هناك جهات تسعى الى عرقله سير هذا الملف، وانه في كل مره المحكمه تتوصل انه توضع الملف في السكه ديالو تتنوض جهات معينه وكتقوم بالعرقله ديال سير هذه الجلسه. وللاسف انا تنقولها للاسف انه وزير سابق لحقوق الانسان واللي ونقيب سابق اليوم تيمارس الارهاب على الضحايا في ذكرى ديال 16 ماي، اليوم اللي المغاربه كلهم تنكبوا فيه بالحادث الاليم ديال الارهاب. الضحايا اليوم تيتمارس عليهم الارهاب من طرف يعني جهه اللي المفروض ان على الاقل تحميهم، وزير حقوق انسان سابق. في كل مره تمشي المناقشات والضحايا خصوصا اليوم السيده الحلاوي تتوضح يعني الالام اللي عاشتها، تينتفض نقيب زيان من اجل عرقلتها ومن اجل عدم منع الكلام وبالاستهزاء منها وبواحد الشكل لا يليق بالاخلاق المهنيه المتعارف عليها.